تتواصل الانطلاقات، تتواصل التحديات، تتواصل الابداعات. مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، مع هذه الانطلاقات المتواصله والتحديات المستمره ينطلق الشوط الاول والخاص بالضيوف المشاركين والعانين من اجل المشاركه على ارضيه هذا الميدان. مباشره الى مقدمه الشوط للمركز الاول تتقدم شواهين. خالد عبيد السوداني يتقدم مع شواهين على المركز الاول على المقدمة، بينما المركز الثاني الوصول على ثاني المراكز والحضور من خلال حضور شعار. خالد عبيد السوداني يتقدم على المركز الثاني ليقدم لنا فن. اتابع المركز الثالث الوصول مع شواهين الحسن الرشيدي، او نعم ابو علي الحسن الرشيدي على المركز الثالث. اتابع الاسماء الاخرى، الشعار الاخرى، وايضا الوصول ايضا مع فبركة. هنا ايضا مرتضى النفيدي يتقدم على المركز الثالث، والحاضر الكايد ادم الحمري يتقدم على المركز الثالث. اتابع مرة اخرى، اراقب مرة اخرى الاسماء القادمة، الشعارات الواصلة، ولكن المقدمة الصدارة المركز الاول. تتقدم الكايد، تنطلق الكايد على المركز الاول على الصدارة والقادمة. الله، وصلت الجزيرة، وصلت الجزيرة. حيدر حسان، حيدر حسان ياتي بالجزيرة، وايضا صامدة فبرك، مرتضى النفيدي. اللحظات الاخيرة، اللحظات الاخيرة والمثيرة. شوف الهجوم من المراكز الاخرى، ولكن المقدمة فبرك والخايدة، فبرك والجزيرة. المعركة طاحنة، المعركة طاحنة ما بين ادم الحمري وما بين مرتضى النفيدي. اللحظات الاخيرة، اللحظات الاخيرة والمثيرة. وخط النهائي قرب، وخط النهائي قرب. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة. الكايدة، الكايدة فبركة على المقدمة، فبركة على الصدارة، على المركز الأول. مرتضى النفيدي، مرتضى النفيدي، والهاجمة، والهاجمة. اللحظات الأخيرة، تهانينا وناموس مرتضى النفيدي من يحقق الفوز مع فبرك المركزان الجزيرة. حيدر حسان المركز الثالث، وصلت في اللحظات الأخيرة شواهين. خالد عبيد السوداني على ثالث المراكز، دقيقتين 16 من الثواني. تهانينا وناموس.